كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. الشيء اكتشفنا حتى من 10 يعني من 10 في رمضان هو اللي كذبنا. يقولنا نهار 10 قال ما تمشي الطيارة ما تمشي، نهار 15 واحد الساعة عاود يقول نهار 16 نهار 17 واحد الساعة يعني اختفى علينا اختفى علينا، ما بقى لا تليفون ولا هو يبان ولا حتى واحد. قاع المكتب خاوي صافي لا نعيطوا له ما يجاوبش على التليفون اللي يصوني وحتى يقطع. دابا كل واحد شحال يخلص، كاين اللي هو مخلص الساعة كاين مخلص بخمسة والنص كاين اللي يعني كل واحد اللي مخلص. أنا مخلص جود المنيل ونص أنا بنفسي بالبيت الطيار اللي يقول أنا راني في الدار البيضاء أنا الولي تذاكير أنا الولي الطيار أنا كذا، هو اللي يلعب علينا اللي يتخبى علينا على الكذوب على الكذوب صافي. كاين اللي كيصيفطم يعني كيصيفطم كيعطيوه، كاين بعض منهم اللي كازادوه كشنو صيفطم، وبعض منهم خلاهم هذاك هو تانا الريسيبو من لاجوس ريسيبو الورقة صافي ما كاين حتى شي حاجة، ريسيبو الكاغيط ما ساوي والو ما فيه لا اسم ديالو لا والو. البارح مشينا على البوليس خبرناهم وصافي هنا في الدائرة 6 والله أنا الإنسان هذا راه دنا فلوسنا وشد علينا وما بقى يبان لا بمكتب ولا والو. هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم بشير الهواري أنا الوالد والوالدة عبد الفضيل الهواري فاطمة بن مرابح. كانوا جاون عند خصهم يمشيو للعمرة وجاون عند هاد الوكالة هذا عند السيد هذا لأن غيمشي غيديهم العمرة. جاو عندهم ثلاثة في شهر 3 2023 تفاهموا معاه ب 5,300,000. قال لهم اودي تمشيو قبل رمضان بيومين او لا يومين في رمضان. صافي مشينا على هذاك الشيء، الوالد والوالده مساكن وجدوا وهيئوا باش يمشيو. بقينا كنجيو دازت جينا يومين قبل رمضان ما كاين والو، جينا يومين في رمضان جيت انا جبرته هو بيده هنا هذاك السيد اللي هنا الوكاله. قال لي اودي نهار قالنا 15 في رمضان غادي يمشيو صافي 15 غادي يمشيو صافي. حنا مشينا على داك الكلمه تيقنا به الناس مخلصين صافي كنتسناو البيس، قال غايجيو البيس باش غايمشيو. داك الساعه الوالد جا هنايا نهار الخميس قال لهم صافي غايمشيو كونوا هانيا نهار الجمعه ان شاء الله غادي نعيطوا لكم غادي تجيو ديو البيس ديالكم وصافي، والسبت الطائره غادي تمشي صافي. بقينا على داك الحال اليوم ما علينا ما بينا. جينا البارح كنصوني عليه في التليفون انا ديالو ما كيجاوبش، كنصوني في التليفون المكتب ما كيجاوب حتى شي واحد. اليوم صونينا جاوبتنا السيده اللي على الناس هنايا بيتين مساكن هنا يوم البارح جاو اللي عرفوا بلي السيد صافي خو المحل وزاد ما نعرف فين مشى الله اعلم. ملي صافي ديك الساعه انا جيت هنايا اليوم كنجبر الناس مساكن بيتين هنايا بالجوع ما صافي بيتين هنايا في الوكاله. جاو البوليس البارح وعملوا اجراءات ديالهم ودابا اليوم عاملين معنا رجال الامن غنمشيو عندهم ان شاء الله. اول مره كنتعاملوا مع هذا السيد هذا ما يعني ثقنا فيه، حنا الثقه ديالنا واحد الثقه كبيره صراحه. الوالدين مساكن فرحانين واحد الفرحه ما عندهاش الحد، والوالد والوالده ومساكن الله يلا باقيين مخبعين عليهم. بقى الوالده مسكينه انا خرجت من الدار بقى فرحانه بقى عندها امل تمشي للعمر، شحال وهي كتحلم مسكينه خصها تمشي للعمر. ايوا الشكوى والله الله ياخذ فيه الحق في هذا العواشر، هادشي اللي كاين. دابا ما بقاش ما شنو بقات دابا 15 في رمضان الناس الوالد والوالده مخلصين الناس مخلصين شهر اش بقات عمرها دابا 15 في رمضان ما بقاتش عمر 15 رجعوا لنا الفلوس ديالنا ولا المهم يشوفوا الحل. راه الناس مثلا كاين اللي مريض بالقلب كاين اللي مريض بالسكر الله يحسن العوان اللي عايش سوق الخضار، واحد مسكين باع البقره ديالو واحد باع الارض واحد كل واحد الله يحسن العوان ما يجاب الفلوس ويجي هو زعما يديهم باردين راه عيب وعار هادشي راه ما يتقبلون الله ولا العبد.